طبيعة الحال احنا لو ما كناش في دولة قوية وعندها أجهزة أمنية قوية ما كانش الضربة دي حصلت. فدي رسالة للعالم أجمع، مين هي مصر؟ ده باختصار. لسه مكملين برضو الكلام على هذا الموضوع. معانا دلوقتي عبر الهاتف الأستاذ طارق البشبيشي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. مساء الخير يا أستاذ طارق. يا أهلا وسهلا يا فندم، تحية لحضرتك وتحية لبرنامج الشيق. أهلا بحضرتك. الضربة النهاردة ضربة موجعة للجماعات الإرهابية، في رأي حضرتك إيه هي مدى تأثيرها على نشاطهم؟ وانا هعتبر اولا النهارده حضرتك سامعني استاذ طارق؟ طيب يبدو ان احنا قد فقدنا الاتصال، هنحاول مره اخرى معاوده الاتصال بالباحث في الشؤون الجماعات الارهابيه الاستاذ طارق البشبيشي. بس زي ما قلت لكم في مجموعه من الرسائل المهمه جدا لهذا الموضوع. اولا احنا في مصر دوله قويه عندها اجهزه امنيه قويه، مهما حاولت تروج شائعات عن نفسك، مهما حاولت تستخدم اجهزه للتشويش، مهما حاولت تبعد عن اجهزه الاتصالات لان ممكن حد يلاحقك، برضه هتتجاب. وده اللي حصل مع محمود عزت، وهو مش اي حد، ده هو القائم باعمال المرشد العام لجماعه الاخوان الارهابيه. هزه كبيره جدا هتكون موجوده في الجماعات الارهابيه، وهيخافوا وهيعملوا حساب ألف مره قبل ما يحاولوا يفكروا مرة تانية المساس بشأن مصر. مرة أخرى بيعود لنا الأستاذ طارق البشبيشي. مساء الخير يا أستاذ طارق. يا أستاذ طارق. أيوة تحت أمرك يا فندم. اتفضل. تحت أمرك يا فندم. طيب بقول لحضرتك النهاردة احنا يعني تحية كبيرة جدا لأجهزة الأمن المصرية على هذه الخطوة الجبارة اللي أسلجت صدر جميع المصريين. احنا النهاردة بنقول لكل شهدائنا وكل أهالي شهدائنا الحمد لله، وان هم اعزاء لهم، يكون الخبر ده اعزاء لهم ويبرد قلبهم شويه بعد ما تلقوا هذا الخبر السعيد اللي كان فاجئتنا بيه اجهزه الامن الصبح النهارده. احنا بنقول يا فندم ان الاخوان بعد 2013 بعد ثوره يوليو، الثوره 30 يوليو العظيمه، قتلت نكسات كبرى. النكسه الاولى كانت في 3/7 الإطاحة بحكمهم الشرير من على صدر مصر. القرار الثاني كان صد رابعة، هذه البؤرة الإرهابية اللي كانت بتحظى بتأييد كل أشرار العالم ضد مصر. هو أيام رابعة كان محمود عزت متواجد في مدينة نصر صح؟ طبعا كان في مسجد رابعة بيقود العمليات الإرهابية وبيقود هذه المستوطنة الإرهابية. الثالث الخبر الثالث المهم والانتكاسة الكبرى الثالثة بعد 30 يوليو للإخوان هي الخبر بتاع النهارده والقبض على هذا الإرهابي الكبير. محمود عزت أكبر كتير من مما يتصور أحد. محمود عزت قيادة قطبية كبيرة، ويعني كان شديد الكراهية وشديد التطرف، وكان في السجن في الستينات بايع شكر مصطفى زعيم التكفير والهجرة أيامها، هو مصطفى مشهور. هذه قيادة خطيرة جدا، يقال إنه الابن الواعد لسيد قطب. طبعا هو ابن واعد وشخص بقول لحضرتك تكفيري ومتآمر، وكان يجيد التخفي فعلا. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني كلنا ثقة في أجهزة الأمن المصرية إن هي تحمي الشعب المصري وتحمي المجتمع. طب على ذكر يا أستاذ طارق إن هو بيجيد التخفي، هما كانوا بيتخفوا إزاي؟ يعني علشان واضح إن هما كانوا بيمشوا وسطينا كده وإحنا مش واخدين بالنا. اه طبعا هو يا فندم انا كنت مع الاخوان وكنا اقول لنا بقى يعني كنا بنغير شكلنا، بنحاول ان احنا يعني لما نكون في مكان سري ننزل نقاب. بتلبسوا نقاب كنتوا؟ لا 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 يعني هو ما كانش بيلبس نقاب يدخل السوبر ماركت؟ ما اعرفش يا فندم والله، بس انا بقول لحضرتك يعني احنا كنا بننزلش في مجموعات، كنا بنحاول نتخفى، كنا بنمشي في شوارع مختلفه بحيث ان ما نترصدش يعني من اجهزه الامن والكلام ده. ومحمود عزت دي من الشخصيات اللي كانت تشبه يعني لرؤساء المافيا ورؤساء عصابات. طب لا غششني بقى استاذ، يعني بتحسوا بالمتعه في التنكر والتخفي وان انتوا تمشوا يعني والناس مش عارفاكم؟ طبعا 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 احنا بنعتبر طبعا اجهزه الدوله دي اجهزه معاديه ودي اجهزه يعني شبه كافره، واحنا كنا بنستمتع ان احنا طائفه الحق وطائفه الطائفة اللي بتحظى برضا ربنا سبحانه وتعالى واللي ربنا بيدافع عنها، وكنا بنستلهم السيرة النبوية من
السرية للفترة اللي هي الرسول دعا قريش بثلاث سنين الأولى من النبوة، وكنا بنسقط هذه كل السيرة وكل المحن وأحاديث المحن والفتن على النشاط بتاعنا وصراعنا مع الدولة. طب وإيه اللي خلاك تمشي من يعني تنشق؟ أنا راجل مصري، ما ينفعش يبقى في النهاية التنظيم يبقى في مكان وبلد. لا بس أكيد في حاجة فوقتك، وهي دي نفس النقطة اللي ممكن النهاردة تفوق شباب كتير قوي ماشيين على مبادئ الإخوان أو بينتموا لهم، بعد ما شافوا هذا الوضع إن هو القيادات بتعيش في قصور وأماكن مرفهة وهم يعني قاعدين في عشش. طبعا يا فندم، أنا براهن على الوقت، على الزمن جزء من العلاج. احنا لازم يعني ما حكم خالص عن هذا التنظيم، لابد ما نرفعش الرايه البيضاء ابدا. طول الزمن هم بيراهنوا من ان الدوله هتزهق والدوله نفسها مش هيبقى كبير معاهم، وهم بيلعبوا على الوقت زي صراعهم مع الفتره الناصريه زي صراعهم قبل كده مع الملك والحاجات دي، فبيعتمدوا على الوقت. احنا عايزين نعرف ان الاخوان بيستردوا قوتهم تاني اثناء الهدنه مع النظام السياسي ومع الدوله، فده مش عايزين نديلهم الفرصه دي ابدا. في فتره من الفترات كده كان في اشاعات ان هم عايزين يعملوا تصالح وهدنه. يتمنوا ذلك يا فندم، يتمنوا ذلك، يتمنوا، لكن طبعا يتمنوا الشعب المصري طبعا عشان يدخلوا في حاله هدنه مع النظام. طبعا دلوقتي بعد الحاله اللي هم شافوها مع قوه الاجهزه الامنيه وقوه الدوله، ايه ممكن يكون رد الفعل؟ لا هو في وهيحاولوا يعني، انا يعني اتمنى لا يحدث ذلك، يعني ممكن تكون هناك بعض العمليات الارهابيه المؤجله يعني اللي شايلينها للاخبار اللي زي دي، يعني بحيث ان هو يرفعوا من روحهم المعنويه. لكن انا اؤكد لحضرتك النهارده حاله هزيمه كبرى وحاله من حالات الانكسار ضربت التنظيم النهارده او ما تبقى له يعني. لكن هم يعني احنا عايزين نكون يعني يقظين جدا انه ممكن يحدث اي شيء كرد فعل بحيث يرفع من روحها المعنويه للقواعد بتاعته. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات استاذ طارق البشبيشي الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه.